وبثت سرايا القدس مشاهد من قصفها مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع كسوفيم العسكري الإسرائيلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين مجموعات الشهيد القائد رأفة أبو هلال تقبل الله عز وجل. اليوم نجهز بإذن الله بتاريخ 14/6/2024 رشقة صاروخية تجاه المدن المحتلة نصرة للمستضعفين في قطاع غزة بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يتقبل منا هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. الحمد لله سبحانه رب العالمين، سعداء في هذا الطريق. نسأل الله عيشة رضية وميتة هنية يا رب العالمين. يا الله. الله أكبر الله أكبر. هذا اليوم عرفة، يوم الجهاد، يوم يا الله كما فتحت مكة من سنين فتحت إن شاء الله تحت القدس بالله يا رب. الله مولانا ولا مولى له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر العزة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر العزة لله.